هنترك أخبارنا المحلية نتجه الآن إلى تونس، ومعنا خبر بيقول أزمة تونس تعود للمربع صفر والمعارضة تقاطع البرلمان. عادت الأزمة السياسية في تونس للمربع صفر بعد فشل المفاوضات بين الإسلاميين والمعارضة في التوافق على رئيس الحكومة المقبلة وتعليق المعارضة مشاركتها في جلسات المجلس الوطني التأسيسي البرلمان وسط تصاعد الغضب بين شباب الثورة من تحكم التعاطين في السن سن الطرفين في السياسة والذين وصفوهم بالديناصورات. أعلن نواب المعارضة بالمجلس التأسيسي الخميس تعليق مشاركتهم في أعماله احتجاجا على المصادقة على تعديلات بعض البنود من النظام الداخلي واعتبروها انقلاب من جانب حركة النهضة وحلفائها. انتهت أخبارنا، ولكن بعد فصل قصير نذهب إلى أول حوار في حواراتنا الليلة. لا، قبل ما نذهب إلى الحوار نتكلم مع الأستاذ عبد اللطيف بن هدية رئيس تحرير جريدة الخبير التونسية عن خبر تونس. نعم، احنا يا فندم بنرحب بيك على شاشة النيل للأخبار، وكنا نتحدث عن أزمة تونس تعود للمربع صفر والمعارضة تقاطع البرلمان، عايزين تفاصيل من حضرتك أكثر. هي تونس تعيش ليامات هذه ازمه ثقه كبيره. اول حاجه تسمحوني باش نوجه التحيه للساده مشاهدي قناتكم النيل نيوز. شكرا. تونس تعيش ازمه كبيره، ازمه ثقه بين المعارضه من شيره والحزب الحاكم اللي هو حزب النهضه. هذه ازمه كبيره طلقت منذ 25 جويلية احتفالات يوم احتفال بعيد الجمهوريه، لكن كذلك للاسف يوم اغتيال الشهيد عضو في مجلس التأسيسي الحاج إبراهيم. أزمة ثقة بين المعارضة والحزب النهضة الحزب الإسلامي الحاكم، لكن كذلك تم بروز للعيان أزمة جديدة داخل المعارضة بصفها بين الشق كبير اللي يمثل الحزب الجمهوري وهو تقريبا أكبر شق وعنده تمثيلية كبيرة في المجلس التأسيسي وبقية الأطراف الممثلة للجبهة الإنقاذ أو جبهة المعارضة. الإشكال اليوم حتى ثم ما يدعى بالمباعي الراعي للحوار، يعني التي كان المفروض باش يكون على حياد، تدخل وانحاز إلى المعارضة، وهذا تسبب في أزمة جديدة زادة كذلك ثالثة يعني اليوم. طب يعني في رأيك سيد عبد اللطيف، في رأيك لماذا لم يتم احتواء الموقف حتى الآن في تونس؟ يعني كيف يرى المحللون لديكم عدم احتواء الأزمة التونسية حتى الآن؟ للأسف لأن النخبة السياسية لم تقدر على جر تونس إلى وخروج بها إلى بر الأمان. هناك نخبة سياسية مثل ما كنت حضرتكم قدمتوها بالديناصورات، تريد السيطرة على الحكم، تريد هي تسييس دواليب الحكم، وللأسف دون اللجوء إلى الكفاءات التي تعج بها تونس. يعني هناك إشكال كبير يبقى في تونس، لأن جميع الكفاءات تقريبا تعاملت مع النظام السابق نظام بن علي، فهناك أصوات كبيرة تنادي بعدم اللجوء إلى الكفاءات هذه صغيرة نوعا ما في السن. نعم، في نهاية هذا الاتصال التليفوني من تونس العاصمة أستاذ عبد اللطيف بن هدية رئيس تحرير جريدة البر التونسية، شكرا خبير التونسية، شكرا جزيلا على هذه المتابعة من تونس. انتهت أخبارنا، نذهب الآن إلى أول حوار في هذه الحلقة حول قانون الانتخابات البرلمانية بلجنة الخمسين. كونوا معنا. جدل يثور في الأوساط السياسية وفي الشارع المصري حول النظام الانتخابي الأفضل لمصر خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة عقب التعديلات الدستورية المرتقبة التي يقوم بها أعضاء لجنة الخمسين. مؤخرا قال المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي إن النظام الانتخابي في الدستور المرتقب لا يزال محل بحث ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن. تصريحات سلماوي كشفت عن اشتعال الخلافات بين ممثلي جبهة الإنقاذ باللجنة من جهة وحركة تمرد وشباب الثورة من جهة أخرى.
وأوضح سلماوي أن هناك وجهات نظر مختلفة داخل لجنة الخمسين بالنسبة لنظام الانتخابات، فهناك من يطالب بالنظام الفردي وتوجد وجهة نظر أخرى تطالب بنظام القائمة، لافتا إلى وجود وجهة نظر ثالثة تطالب بتطبيق النظام المختلط. مؤيدو نظام الانتخابات الفردي يقولون إن نظام القوائم يضعف الأحزاب بعكس ما يقوله البعض من أن النظام الفردي يقضي على الحياة الحزبية، وقالوا إن نظام القوائم سيمنح مقاعد البرلمان لأصحاب رؤوس المال وسيقضي على آمال شباب الثورة في التمثيل العادل داخل البرلمان. أما مؤيدو نظام القوائم فأغلبهم ينتمون للأحزاب السياسية، وقالوا إنه الأنسب في هذه المرحلة نظرا لأنه يؤدي إلى وجود تشكيلة واسعة من جميع الأحزاب السياسية وفئات المجتمع داخل البرلمان القادم، وقالوا إن النظام الفردي يسمح بعودة لعبة المال السياسي للسيطرة على البرلمان على حد وصفهم. آخرون شددوا على أهمية تطبيق النظام المختلط الذي اتبع في انتخابات مجلس الشعب الأخير للاستفادة من مزايا النظامين مع الابتعاد عن أي خلل دستوري. في الوقت نفسه أشار البعض إلى أن غالبية أعضاء لجنة الخمسين مستعدون لقبول نظام انتخابي يعزز من فرص تواجد المرأة والأقباط في البرلمان دون الأخذ بنظام الكوتا. هنبدأ مع حضراتكم أولى حواراتنا، قانون الانتخابات البرلمانية كما أشرنا بلجنة الخمسين، فقد أعلنت الرئاسة المصرية التزامها بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد عقب الاستفتاء على الدستور الجديد. للنقاش حول هذا الموضوع الهام يسعدنا أن يكون معنا الدكتور إيهاب الخراط أمين الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. أرحب بسيادتك يا فندم. أهلا بك. أهلا بحضرتك. ازيك يا دكتور إيهاب؟ ازيك يا أستاذ الشادي؟ احنا تعبنا بقى قوي من فكرة الانتخابات البرلمانية، هل هي فردية ولا بالقايمة ولا النسبة 30 و70؟ يعني الموضوع ده قتل بحثا من اول ثورة 25 يناير والدساتير اللي اتلغت والبرلمانات اللي وقفت يعني، والاحكام اللي صدرت بالنسبة للفردي والقائمة. الوقت اللجنة بتناقش هذا القانون، قانون الانتخابات البرلمانية، رأيك ايه؟ انت تعبت بقى من الاراء كلها. لا بس يعني ما نتعبش من رأي حضرتك. انا رايي طبعا ان النظام القائمه هو الافضل، واذا كان كل ما اتسعت هذه القائمه كل ما يكون احسن، وان في عده اطروحات دلوقتي موجوده لافضل نظام قائمه مناسب. هل تكون يعني في حاجه اسمها ان الشعب يختار قائمته، يعني حتى انك انت تقدر تغير في تركيبه القائمه من جوه بالنظام ده؟ ازاي نظام تاني فهمنا يعني؟ يعني هو انا ما اقدرش اقول لك انا فاهم قوي. لا عندك حق، يعني الحقيقه عندك حق. انما هو زي ما المضمون يعني مش مقفوله تماما. يعني دلوقتي كان في القائمه بتاعت المغلقه تماما، فانت طالما اخترت القائمه كلها بتختارها كلها. انما في القائمه المغلقه، القائمه المغلقه، انما انت تقدر تعمل قائمه مفتوحة في بعض كراسي فيها، يعني تقدر تشيل الاسم. طب حضرتك ليه يا دكتور إيهاب بتؤيد موضوع القائمة؟ يعني حضرتك ايه السلبيات في الفرد؟ نعم في الفرد. فحضرتك شايف ان نظام القائمة هو الاصح او الاضبط؟ تلاحظ مثلا في انتخابات 2011 رغم انه كان في يعني مشكلة ما يسمى الانفلات الامني، وكلنا كنا قلقانين امنيا فيها، وقلنا ساعتها ان نظام القائمة هيحفظ الامن اكتر من النظام الفردي. بينما في وقت مبارك ان احنا كنا عارفين الانتخابات دي مزوره، وكنا عارفين انه الامن فيه جبار، حصل فيه عنف في نظام العين الانتخابات بالفردي اكتر من اللي حصل بالانتخابات بالقائمه في مجلس الشعب والشورى بشكل غير عادي. لانه النظام الفردي بيعتمد على العصبيه والقبائليه والعشائريه والمال الى اخره، وبتلاقي خناقات ما بين افراد. النظام بالقائمه بيبقى ما فيش فكره تركيز العصبيه في حته واحده. يعني في الاخر نظام بالفردي افرض انا عندي عصبيه في منطقه معينه، لكن القائمه اوسع من المنطقه دي كلها، فمش هقدر ان انا اعمل مشاكل في كل المناطق. فانا هوزع انصاري علشان
يعملوا دعاية مش عشان يعملوا بلطجة. طب ما هو برضه القائمة ممكن تبقى نوع من التحالفات بس في شكل أكبر شوية يعني ممكن تبقى في شكل فردي ولكنها في شكل أكبر شوية يعني النواحي السلبية دي تكون برضه موجودة في نظام القائمة. بس مش هيحصل فيها خناق مش هيحصل فيها ضرب أمنية. أنا بتكلم من النواحي الأمنية. يعني حضرتك مش عايز نسبة فردية خالص ولا تكون في برضه ممكن يبقى في أنا في رأيي إن التلتين والتلت تبقى مقبولة زي ما كانت. كانت المشكلة في عدم الدستورية يا أستاذ شادي إن القايمة بتخليك أنت كانت قايمة لازم على كل الجمهورية ولازم حزبية فبتحرم المستقلين. لا أنت تقدر تعمل القايمة ممكن القايمة على الدوائر وتفتحها للمستقلين. وكان في مشكله ثانيه يعني المستقلين كانوا لا مستقلين ولا حاجه وكانوا بينضموا في الاخر لاحزابهم اللي هم جايين منها وشفناها دي كانت قديمه. فانت يعني مش بس الحزب الوطني واللي حصل في البرلمان الاخراني كان كلهم حريه وعداله المستقلين. كان عدد كبير راح. ما هو في مستقلين دايما بيروحوا للحزب اللي هي الرايقه يعني. فانت ده لازم اصلا كمان يتلغي. تقدر تلغي التحويل ده. انا في رايي كده كتير التحويل يشطب طالما التزم. بس في مشكله دستوريه في الحكايه دي ان يقول لك ما هو من حق الراجل يغير رايه. في بقى دي تبقى ممكن تراقب يغير رايه ازاي يا فندم. يعني انا افرض انا كنت في حزب دلوقتي او انا كنت مستقل واقتنعت بحزب دي الفكره يعني افرض انا كنت في حزب والحزب ده مشي بشكل غلط وانا مش موافق على رايه وعايز استقيل منه. المفروض بقى لو انت منتخب على صفه معينه تبقى تستقيل من منصبك كله. يعني انا منتخب على حزب مفروض انه انا الناس انتخبتني علشان امثل الحزب ده. الناس انتخبتني مستقل يبقى انا لو عايز استقيل من الحزب استقيل كمان من مجلس النيابه اللي الناس انتخبتني على اساسه. طيب لكن لو انا هكمل يا دكتور ايهاب بس بعد ما نذهب لموجز لاهم الانباء مع الزميله ايهاب. عدنا مرة أخرى مشاهدينا الكرام في هذا الحوار حول قانون الانتخابات البرلمانية. معنا الدكتور إيهاب الخراط أمين الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وانضم إلينا الآن الأستاذ ياسر الهواري العضو بحزب المصريين الأحرار. مساء الخير يا أستاذ ياسر. أهلا بيك. مساء الخير يا أستاذ ياسر. كنا بنناقش دكتور إيهاب طبعا في قانون الانتخابات البرلمانية بلجنة الخمسين بنشوف إيه الموضوع هل الفردي هل القائمة هل مزج بين الاثنين حضرتك رأيك إيه؟ بص انا رايي في الموضوع انه العوده طبعا في مشكله كبيره بتواجه فكره القوائم انك في بعض الخوف من وجود او عوده التيار الاسلامي السياسي على الساحه تاني بشكل قوي. لكن من الناحيه الثانيه كمان تعالى بص للفردي هيبقى الموضوع مش هيبقى سياسه خلاص. يعني انت هترجع الانتخابات مش هتبقى سياسه يبقى الانتخابات هتبقى بالفلوس. يعني انت هترجع القصه بقى القديمه بتاعه على قد ما بتدفع على قد ما بتدخل او ما بتدخلش. يعني في مشكله في الحاجتين بس انا في الحاله الاولى بعتقد انه الاحزاب اللي مش قادره تنافس سياسيا وخايفه من التيار الاسلامي السياسي يجب انها تقوي نفسها. يعني ما ينفعش ان انت تبقى